رغم صعوبة رحلتنا إلى قضاء الضلوعية، تفاجأت عدسة الكاميرا أمام هذه المعاناة وما وصل إليه المواطنين من وضع مأساوي كان كفيلاً ببقائهم داخل منازلهم وإغلاق محالهم التجارية وانقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب سقوط أعمدتها، مطالبين بإيجاد الحلول السريعة للأمر. والله أخي العزيز، هو هذا الواقع، لأن الشارع بدأت بتشتغل شركة، وصار فترة من الزمن ومعاناة المواطن وحفر ذاك الشارع زين، وهسا المواطن حاليا يعني محصور بالبيت، ما يقدر لا يطلع ولا أبد، لا تمشي سيارة لا أبد، تدري هذا الواقع هو الموجود. أكيد أكيد هو قطع الأرزاق، أكيد، لأن هو هذا الواقع اللي شوفه أنت زين، وكهرباء ماكو بنفس الوقت زين، حتى كهرباء ماكو. والله بهزخات المطر شفنا الضيم والضرايم والله حالة كثيفة يعني حيل. شركة فاشلة، حتى آليات ما عنده يعني، ولا دا يشتغل، جايبين ولد منا من المنطقة يسوون المجاري زين، هاي مجاري مال مي ما يعرفون حتى يسوي شو. هاي شوفت عينك انت، صورتها هسه، شفت المجاري المي واقف بيها لا يتحرك ولا أبد، حاسبة شو أجيب غير شركة. شلون ما تطمس السيارة؟ تطمس السيارات والشارع مسوي يعني شبه مسدود منه فدنه، والآن نطالب الحكومة باشر بسرعة تنفيذه. مدير بلدية الضلوعية، وبعد وصولنا إلى مكان عمله بصعوبة كبيرة بسبب غرق الشوارع، أكد وجود عراقيل في إنجاز مشروع تطوير مركز القضاء أدت إلى تأخيره، مفيدا مباشرة العمل به مطلع الأسبوع المقبل. مثل ما تعرف أنه المشروع حيل إلى شركة نجم الطوز، وشركة هي تابعة يعني انحالت من صندوق العمار. باشر المشروع والمقاول بالمشروع في 10/10/2017. أثناء المباشر المشروع واجهتنا عدة معرقلات، ومن ضمنها خط الأنبوب الناقل اللي هو كان موجود بنص الشارع، وأعمدة الكهرباء الموجودة بالشارع أيضا. فالمقاول أثناء مباشرته ما استطاع أن يباشر بالمشروع إلا بعد تحويل الأعمدة والأنابيب المياه، فلذلك صارت هناك معرقلات بالمشروع وأدت إلى تأخير العمل. والله يعني إذا الله سهل يعني احتمال يعني مطلع هذا الأسبوع. هطول الأمطار بتلك الغزارة كان مصدر سعادة لبعضهم ومصدر معاناة للآخر، وبسبب تأخر إنجاز هذا المشروع ولد معاناة حقيقية للكثير من المواطنين، يبدو أنهم كتب عليهم الاستمرار بالمعاناة. من قضاء الضلوعية لسامراء، علي البلداوي.